طلبات في لقاء جديد. النهاردة هنتكلم على تالت نوع من الجوينز أو المفاصل، اللي هو السينوفيال جوينز أو المفاصل الحقيقية أو الزلالية. السينوفيال جوينز هو دايأرثرويدال جوينز أو مفصل فريلي موفابل، يعني بيتحرك بسهولة. كل المفاصل اللي احنا بتعمل انسيابية في الحركة عندنا دي عبارة عن سينوفيال جوينز أو مفاصل حقيقية. السينوفيال جوينز موفابل اورترو جوينز، مفاصل حقيقيه ومتحركه. زي جوينت مي بي، يا اما تبقى سيمبل جوينز، جوينز فورم بتوين تو بونز، او كومبوزيت جوينز. كومبوزيت جوينز، جوينز فورم مور ذان تو بونز، يا اما الاسطح المفصليه اللي داخله في تكوين المفصل الزلالي، يا اما سطحين مفصليين بس زي الشولدر جوينت اللي هو مفصل الكتف، ده عباره عن سكابولا ويومرس، اللي هو جلونويد كافيتي اوف سكابولا والهيد اوف ذا يومرس. ده بنسميه سامبل جوينتس، يعني مفصل بسيط لان اللي داخل في تكوينه سطحين مفصليين فقط. انما لما يكون مفصل الريست او الكاربال جوينتس ده داخل في تكوينه اكتر من سطحين مفصليين، يعني اكتر من عظمتين، ده بنسميه كومبوزيت جوينتس او مفصل مركب. في نسيسر ستراكشرز او تراكيب اساسيه للمفصل علشان اقول ان ده سينوفيال جونت او مفصل حقيقي. اول حاجه ان يبقى فيه ارتيكولار سيرفيس، اسطح مفصليه. تاني حاجه يبقى فيه ما يسمى بالارتيكولار كارتريج اللي هي الغضاريف المفصليه. يبقى في جوينت كبسول، في غلاف لهذا المفصل او الكبسوله بتاعه المفصل المحيطه بالارتيكولار سيرفس او الوسط المفصلي. يبقى في جوينت كافيتي، يبقى في تجويف، لان زي ما حضرتك شفت في الفايبر جوينت والكارتريجن جوينت دول تمبورال جوينتس، دولت ما فيهمش كافيتي، بيغيب تجويف المفصل. انما هنا المفصل الحقيقي او السينوفيال جوينتس اللي هو بيبقى موفول، بيبقى في كافيتي ما بين الاسطح المفصليه او العظمتين، وده بيبقى ممتلئ بالسينوفيا او السائل الزلالي ده، فده بيسهل حركه المفصل. فاي مفصل حقيقي فور نيسيسر ستراكشر، اول حاجه يبقى في ارتكولار سيرفيس سواء اثنين او اكتر، في ارتكولار كارتش غضروف بيغطي هذه الاسطح المفصليه، تالت حاجه جوينت كبسول اللي هي غلاف المفصل او الكبسوله بتاعه المفصل دي، رابع حاجه يبقى في كافيتي، في تجويف ما بين الاسطح المفصليه زي ما حضرتك هتشوف معانا في الشكل ده. ده البونز، اساس تكوين العظم الجوينتس هي البونز، الاثنين ارتيكولار سيرفيس، السطحين المفصلين بيكونوا بونز. في ارتيكولار كارتج، غضروف يغطي سطح المفصل، سطح الاسطح المفصليه دي، ده بيبقى دايما هايلاين كارتج او غضروف زجاج. الجوينت كبسول، غلاف المفصل والجوينت كبسول زي ما بنتكلم عليها تفصيل، بتكون من طبقتين. الطبقه الخارجيه اللي احنا مشاورين عليها دي عباره عن فايبرس لير، انما الطبقه الداخليه دي بيسموها الساينوفيال لير او الساينوفيال ممبرين. يبقى الساينوفيال ممبرين جزء من الجوينت كبسول، بتكون من اوتر فايبرس لير وانر ساينوفيال لير. الساينوفيال لير دي اللي بتفرز الساينوفيا، اللي بتملى ايه؟ بتملى الجوينت كافيتي، ده الجوينت كافيتي. في بعض التراكيب اللاحقه هنتكلم عليها تفصيلا زي البيرسا، زي التن اللي هي بتبقى محيطه ببعض المفاصل. ده الاستراكشر بتاع او النسيسر استراكشر بتاع الساينوفيال جوينت، مجموعه من التراكيب اساسيه اللي عشان اقول ان ده مفصل حقيقي او ساينوفيال جوينت. هذه الاربع تراكيب دولت لازم يبقوا موجودين داخل المفصل، اللي هو الارتيكولار سيرفيسز اللي عباره عن بونز، ارتيكولار كارتج غضاريف تغطي اسطح الاسطح المفصليه او تغطي الاسطح المفصليه دي، في كبسول محيطه بالمفصل، في جوينت كافيتي، في تجويف ما بين الاسطح المفصليه بيملا بالسينوفيا عشان يسهل حركه المفصل. ده صوره ثانيه معانا حضرتك اهيت لل السينوفيال جوينت. دي الارتيكولار سيرفيسز، دي عباره عن بونز، ودي الارتيكولار كارتريج اللي باللون الازرق ديت بتعمل كفرنج للارتيكولار سيرفيسز، ودي جوينت كبسول عباره عن اوتر فايبرس لير وانر اللي باللون الاخضر انر سينوفيال لير. ده جوينت كافيتي اللي هو بيبقى فيلد ويز سينوفيا او ممتلئ بالسينوفيا. نيجي نتكلم على الارتيكولار سيرفيس. الارتيكولار سيرفيس الاسطح المفصليه بتبقى سموث اند دينس، بتبقى اسطح ملساء. دي الصوره بتاعه الارتيكولار سيرفيس اهي، اسطح ملساء للعض، معلش اي بروزات، دي عباره عن اسطح مفصليه. In certain cases the surface is interrupted by non-articular cavities not as synovial fossa. في بعض
في بعض اجزاء من هذه المفاصل تلاقي انخفاض عباره عن فصه يسموها الساينوفيا الفصه، ودي اللي بتتفرز، اللي بيحصل درينج للساينوفيا منها. الساينوفيا بتتفرز منين؟ او السائل الزلالي ده هوت اللي هو بيعمل لوبريكيشن، يعمل تزييت للمفصل يخلي المفصل يتحرك على بعضه، بتتفرز من الساينوفيا اللير بتاع الكبسول او الساينوفيا الممبرين. طب لما تتفرز هذه الساينوفيا او السائل الزلالي ده يروح فين بعد كده؟ كميه زياده بتغير باستمرار، كميه زياده تروح للعظم عن طريق الفينز هنا، عن طريق ما يسمى بالساينوفيا فوسا. فتلاقي بعض اماكن في الاسطح المفصليه اللي هنا دي فيها اماكن لا تمفصليه زي الساينوفيا، ما يسمى بالساينوفيا الفوسي او الحفر الزلاليه دي. دي كانت ارتكولار سيرفيسز. نتكلم بقى على ارتكولار كارتج. الغضاريف المفصليه هي هيلاين طيب، يعني غضروف زجاج اللي بيغطي الاسطح المفصليه هو غضروف زجاج. كفر اوفر ذا ارتكولار سيرفيس اوف ذا بون، او ده الغضروف الزجاجي اللي باللون اللبني ده هنا كده اللي بيغطي الاسطح الايه المفصليه هنا. يوجوالي تند تو اكسنويت ذا كيرفيتشر اوف ذا بون، بتتبع الكيرفيتشر بتاع البون، يعني البون دي كلها كونفكس اهي، ادي الكارتج كمان كونفكس، هنا كونفكس كونكيف كونفكس، بتتبع شكل الكيرفيتشرز بتاع العظمه، يعني مغطيه سطح العظمه سواء بقى السطح كونفكس سواء السطح كونفكس وبعدين كونكيف وبعدين كونفكس، بتتبع الكيرفيتشرز بتاع البونز. On the concave surface the peripheral part is thick while the on the convex surface the central part is the thickest. بص حضرتك معايا، الغضروف المفصلي في convex surface ده سطح convex او محدب على طول كله هو محدب اهو، بنلاقيها سيك في النص وسيم في البريفري، يعني سميكة في النص وفي البريفري في النهايات هنا بتاعت السطح المفصلي بتلاقيها سين بتقل في السمك شويه، انما في كونكيف سيرفيس، في كونكيف سيرفيس بتلاقيها سين في النص وسيك في البريفري. اه في الكونفكس سيرفيس بتبقى في السنترال بارت بتبقى سيك، هنا اسمك حاجه في السنتر بتاع الكونفكس سيرفيس، انما في كونكيف سيرفيس السطح المفصل واحد بيبقى كونفكس وواحد كونكيف، واحد محدب وواحد مقعر، تبقى في المقعر قليله في السمك في النص وسميكه في الاطراف، انما في المحدب بتبقى سميكه في النص واقل سمكا في الاطراف. ده بالنسبه للارتيكولار كارتج. الارتيكولار كارتج ار نون فاسكولار فيري سموث اند هاف بلوش تشينج ان ذا فليش ستيت، بتلاقيها لونها مزرق شويه، ما بيوصلهاش تغذيه، بتتغذى من الساينوفيا او السائل الزلالي اللي بيتفرز هنا اللي هي الساينوفيا اللي بتملى جوينت كافيتي. فالغضروف الزجاجي ما بيوصلوش دم، ما فيش بلاد سبلاي له، ولكن بيوصله عن طريق الساينوفيا. او زي ديمينش ذا افكت اوف كونكلوجن اند جريتلي ريديوس الفريكشن، طبعا في ناس تقول لك عندها خشونه في المفاصل، خشونه في المفاصل نتيجه لايه؟ نتيجه ان الغضروف اللي هو الهايلاين كارتج اللي بيغطي الاسطح المفصل ده بدا يتاكل، فيبقى في خشونه. ليه بقى؟ لان فايده الغضروف ده انه يسهل الحركه، يمتصل الكدمات، يقلل الاحتكاك، العظمتين بيتزحلقوا على بعض، بينزلقوا على بعض، لان كل سطح مفصلي مستغطي بايه؟ مستغطي بيه او كفرد باي هايلاين كارتج او بغضروف زجاجي، فهو بيقلل الكونكيوجن والصدمات وبيقلل الفريكشن الاحتكاك ما بين العظم. تاكل هذا المفصل يؤدي لخشونه المفاصل ويؤدي لالم، لو اتاكل الغضروف بالكامل ده العظمتين هيقابلوا بعض بعد كده، فهيبقى شيء مؤلم جدا، وبعض الحالات بتحتاج للريبليسمنت لتغيير المفصل. الارتيكولار كبسول، ارتيكولار جوينت كبسول ان اتس سامبلز تو فورم ا تيوب the ends of which are attached around the articular surface. دي شكل تيوب بتحيط بالمفصل من الخارج، شكل تيوب ماسكه الاثنين articular surface consists of two layers external fibrous layer and internal synovial layer or membrane. نبص حضرتك مع بعض كده، زي ما قلنا دي الجوينت كبسول، الجوينت كبسول بتتكون من بره من outer fibrous layer اللي هي باللون الازرق ده اللي انا بشاور عليه ده اهو، ده الجوينت كبسول الفايبرس لير، والجزء الاحمر الداكن او البني ده اللي هو الساينوفيال ميمبرين، الساينوفيال ميمبرين اللي هو الانر ساينوفيال لير، يعني كلمه جوينت كبسول على اوتر فايبرس لير ودي انر ساينوفيال لير او ميمبرين. الانر ساينو الاوتر فايبرس لير دي
هي اوتر فايبرز اتاج ايزر كلوز تو ذا مارجن اوف ذا ارتكولار سيرفيس اور ات ذا فاريبل ديستانس تو ذا، يا اما الاوتر فايبرز لير دي اللي هي باللون الازرق دي تلتحم بنهايات الاسطح المفصليه او ممكن تمتد لفوق شويه منهم. In certain places it is extremely thick and sometimes cartilage or bone developed in it. في بعض الأماكن بيزيد السمك بتاعه ممكن غضاريف أو عظم تتكون عليها. In other places partially absent encapsulated zinc consisting only of the synovial membrane. في بعض المفاصل بتغيب هذه الطبقة والماسكوليتشر والتندوز بتثبت المفصل ويبقى مكان اللي موجود فيها synovial membrane بس. Tendon which pass over a joint may partially take the place of the fibrous layer. In this case, the deep face of the tendon is covered by the synovial layer. يعني ايه الكلام ده؟ في بعض المفاصل حضرتك بتلاقي تندون يعدي هنا او كده، فتلاقي ان مفيش فايبرس لير موجوده، synovial layer هي اللي بتعمل ريفليكشن عليه، مفيش تندون او مفيش ليجامنت يعدي من المفصل كده لوحده مش ماشي بحريه، لكن لا ده بيتعزل عن التجويف بتاع المفصل بالسينوفيال لير. فبعض المفاصل بتغيب فيها الفايبرس لير دي يحل محلها التندون او الادجسنت تثبت المفصل هنا، ويبقى لو في تندون ماشي هنا ومفيش الفايبرس لير يبقى ملاصق على طول لايه؟ للسينوفيال لير دي فيز. طب لو في ليجامنت ماشي كده، لا الليجامنت ما يمشيش جوه الكافيتي، تلاقي السينوفيال لير تعمل ريفليكشن عليه، يعني تحيطه تعمل له جراب ما يمشيش لوحده، تعزله عن التجويف بتاع المفصل من الداخل. Parts of the capsule may undergo second and so form ligaments which are not separable except the artificially from the rest of the capsule. يعني ان في بعض الاماكن الفايبرس لير دي حضرتك تلاقي يحصل لها سيكننج وتلتحم مع الليجامنت الملاصق للمفصل، يبقى الفصل ما بينهم ارتفيشال مصطنع، مش قادر تحدد فين الكبسول وفين الليجامنت اللي ماشي جنب المفصل. تاني لير بيسموها ايه؟ بيسموها الساينوفيال لير. لاينز جوينت كافيتي اكسبت وير ذا باوندرز او باي ارتكولار كارتريج. بص حضرتك الساينوفيال لير تحيط بالمفصل برضه بالكامل ما عدا ايه؟ ما عدا اماكن الارتكولار كارتريج اللي بتغطي الارتكولار سيرفيس. الارتكولار كارتريج دي فاصله عن بعضها بالكافيتي بس، انما الساينوفيال لير ما تجيش عليها خالص، ده هي موجوده منين؟ من الخارج للمفصل. تبقى سين وريش سبلايد باي كلوز نتورك اوف ذا فيسلز اند نيرفز. احنا قلنا الكارتج اصلا ما فيهاش دم، امال بتتغذى منين؟ بتتغذى من الساينوفيا. الساينوفيا اللي هي جايه منين؟ من الساينوفيا الممبرين او الانر ساينوفيا لير بتاع الجوينت كبسول. غلاف المفصل الطبقه الداخليه اللي هي الطبقه الزلاليه الداخليه دي، دي بتبقى فيها نتورك، فيها شبكه غزيره من الاوعيه الدمويه والاعصاب عشان تفرز الساينوفيا او السائل الزلالي اللي هو هيسهل حركه المفصل ويغذي الكارتليج دي. Forms folds بالكي synoviales and villi synoviales which project into the cavity of the joint. بص حضرتك معايا الساينوفيال لاير دي بتعمل فولدز وفيلاي، بتعمل اهداب كده او خمالات من الداخل، بتعمل ثنايات الاول والثنايات دي يطلع منها خمالات بتبقى شكل الفالفيتي ابيرنس او شكل قطيفه. الزغبات دي او الخمالات اللي بتبرز ده اهي، دي هي اللي بتفرز الساينوفيا، لان الغشاء ده غني قوي بالامداد الدموي والامداد العصبي اللي هو الساينوفيال ميمبرين ده هوت او الانر لير. ذي ساينوفيال ميمبرين سيكريت فلويد اللي هي الايه؟ الساينوفيا. In many places the synovial membrane forms an articular pouch which facilitates the play of the muscle and the tendon. الساينوفيال لير دي مش محدوده بس بالحواف بتاعت مش من عند الارتكولارس، ده ممكن تمتد لقدام، يعني تعمل ايه؟ ده كده يمشي لقدام او لتحت، يعمل ما يسمى بالباوشز، انتفاخات، اكياس تنتلي بالسينوفيا فتسهل حركه الليجامنت على المفصل او التندون على المفصل. تخيل حضرتك لو في وتر عضله ماشي هنا ودي عامله باوشز يعني عامله كيس، الكيس ده مليان بالسينوفيا فيسهل حركه المسلز والتندونز على الجوينت. فهي مش محدوده انها ماسكه بس في الارتيكولار سيرفيس، في نهايه الارتيكولار سيرفيس او الاسطح المفصليه دي. الجوينت كافيتي او انكلوز ذا سينوفيال ميمبرين اند ارتيكولار كارتريج.
normally it is contains only a sufficient amount of synovial to lubricate the joint. طبعا رابع تركيب من تركيب السينوفيا جوينتس اللي هو الجوينت كافيتي، وده بيبقى كافيتي ما بين التو ارتكولار سيرفس والتو ارتكولار كارتليج، وده بيبقى فيلد ويز ذا سينوفيا مليء بالسينوفيا اللي هي بتسهل حركة المفصل. زي سينوفيال فلويد او سينوفيا، السينوفيا دي ايه عباره عن ايه؟ بص حضرتك اللي مالي الكافيتي ده، ادي بونز اهي وادي بونز اهي، ده الارتيكولار سيرفيس، الاخضر ده والازرق ده عباره عن الارتيكولار كارتريج، دي سرنجه بيوريك ان بيدخل جوه المفصل يسحب سائل زلالي او سينوفيا لو في مشكله في المفصل اهو. دي ريزيمبل شكلها كده، الشكل العام بتاعها زي الوايت اوف ذا ايج، زي الزلال البيض، لو حضرتك كسرت بيضه كده الزلال بتاع البيض، بات هاز يلو شتينج ولونها بيبقى اصفر شويه اهو. الكيميكال كومبوزيشن بتاعت الساينوفيا بتبقى سيميلار تو ذا تيشو فلويد، زي اي سائل داخل الجسم، ان اديشن تو كونتين البيومين وميوسين وسولتس، بتحتوي على الالبيومين والميوسين وبعض الاملاح. فايدتها ايه الساينوفيا دي او ساينوفيا الفلويد، السائل الزلالي اللي بيعمل لوبريكيت للجوينت يعني زيت المفصل، ريديوس الفريكشن بتقلل الاحتكاك، ابزورب للشوك اي صدمات بتمتصها في جايه للمفصل، سيرف از ا ترانسبورت نيوترانت ماتيريال تو ذا هايلاين كارتريج. يعني لما حضرتك حد يسالك الهايلاين كارتريج الغضروف الزجاجي اللي مغطي الارتيكولار سيرفس او الاسطح المفصليه، هو ده بيوصل له دم؟ لا، هو ما بيوصلوش دم، امال بيتغذى منين؟ بيتغذى من السائل الزلالي او الساينوفيا. ده كان معلومات بسيطه كده على الساينوفيا الفلويد او الساينوفيا اللي هي بتملى الجوينت كافيتي. ده كان اربع تركيب اساسيه موجودين في المفصل، قلنا الارتيكولار سيرفيس، الارتيكولار كارتريج، الجوينت كبسول والجوينت كافيتي. عشان حضرتك تطلق على اي مفصل انه مفصل سينوفيا جوينت او ترو جوينت او مفصل حقيقي زلالي متحرك بيدي مساحه واسعه من الحركه، لازم الاربع تراكيب دول يبقوا موجودين في هذا المفصل. في تراكيب اخرى بتبقى موجوده في المفاصل زي الليجامنتس، الارتيكولار ديسكس اند منساي، مننكس او اقراص غضروفيه تبقى موجوده عند بعض المفاصل، اربطه تبقى موجوده عند بعض المفاصل، مارجينال كارتريج، غضاريف حافيه تبقى موجوده. دول ثلاث تراكيب يبقوا موجودين او مش موجودين يعني، انما تراكيب اساسيه باي مفصل عشان اقول على سينوف الاربعه موجودين، انما الليجامنتس والارتيكولار ديسك اند مننكس دول موجود او مش موجود. المارجينال كارتريج في بعض المفاصل في مارجينال كارتريج وفي بعضها الاخر مش موجود. الليجامنتس او الاربطه دي بتثبت المفاصل او there are several ligaments that help hold the portions of the joint together، دي اللي بتمسك المفصل مع بعضه. ليجامنت ار سترونج باند اوف وايت فايبرس تيشو ويتش بايند ذا بون توجذر، دي عباره عن وايت نسيج ليفي بيمسك الاسطح المفصليه مع بعضها. دي فايده الاربطه انها بتثبت الايه؟ المفاصل. ان فيو كيسز هاويفر ذا نكر ليجامنت زي مي بي كومبوزد اوف الاستيك تيشو، هل كل الاربطه كلها وايت فايبرس؟ وبعض زي النكر ليجامنت الرباط العنق ده في الاستيك بيسمح بالاستيستي، في نسيج مارين او نسيج ليفي مارين بيس سهل حركة السيرفيكال فيرتبري، ولكن معظم الليجامس او الاربطة بتبقى وايت فايبرس او نسيج ليفي. ليجامنت ار سب ديفايد اكوردنج تو ذا بوزيشن، انتو تابع موقع الليجامس من المفصل، هل هي بره المفصل ودي معظم الليجامنت بره ولا جوه المفصل؟ ولو جوه المفصل ما بيمشيش لوحده، لا ده الساينوفيا اللير بتعزله عن الجوينت كافيتي. فعندنا في اكسترا كابسولار او بري ارتيكولار ليجامنتس، وفي انترا كابسولار اللي هو انترا ارتيكولار ليجامنتس. انترا ارتيكولار ده مش داخل جوه المفصل ولكن معزول عن التجويف زي ما قلنا بالساينوفيا لير. يبقى الليجامنتس بتنقسم تبع البوزيشن بتاعت تبع موجود، هل هي ماشيه بره المفصل فيسموها اكسترا كابسولار بره الكبسول بتاعه المفصل، لو ماشيه جوه المفصل نسميها ايه؟ نسميها انترا كابسولار ليجامنت. اهو بص حضرتك معايا في الصوره دي كده، في ليجامنتس بره المفصل اهي، بره المفصل خالص، دي يسموها اكسترا كابسولار ليجامنتس، اللي ماشيه جوه المفصل دي يسموها انترا كابسولار ليجامنتس. ده الليجامنتس وتقسيمتها اهو زي ما حضرتك شايف في الصوره، اللي بره المفصل يسموه اكسترا كابسولار واللي جوه المفصل يسموه انترا كابسولار. اكسترا كابسولار ليجامنت اهو فريكوانتلي بليند ويز فورم or form a part of fiber capsule، يعني يا اما تبقى بره المفصل ملتحمه، ممكن تلتحم مع الفايبرس كبسول اللي هو الفايبرس لير بتاع الجوينت كبسول.
ان اذر كيزز اكسترا كابسول ليجامنت ار كويت ديستنكت في بعض المفاصل بتلاقيها واضحه او اهي زي ما حضرتك شايف ده اكسترا كابسولار اكسترا كابسولار ليجامنت اكسترا كابسولار ليجامنت وش سيتويتد اون ذا ايذر سايد اوف ذا جوينت ار تيرم كولاترال ليجامنت. هقابل حضرتك كلمة كولاترال ليجامنت يعني أربطة مصاحبة، الأربطة اللي هي اكسترا كابسولار بره الكبسولة وماشية في الجنبين هنا كده بتاع مفصل أيا كان هذا المفصل، نسمي الأربطة دي نسميها كولاترال ليجامنت يعني أربطة مصاحبة زي اللي حضرتك شايفه قدامي ده، واحد في السايد ده وفي واحد في السايد ده، فده يسموه إيه؟ يسموه واحد ميديال واحد لاترال، ده اللاترال كولاترال ليجامنت وده يسموه ميديال كولاترال ليجامنت. ده ده الليفت ني جوينت من البيهايند او من الكودا الفيو من الخلف، مفصل الركبه من الخلف، ادي اللاترال كولاترال ليجامنت وادي الميديال كولاترال ليجامنت، دول بيسموهم كولاترال ليجامنت او اكسترا كابسولار ليجامنت بره الكبسول. الميني بليسز ماسل تندون and thickens of the fascia function as a ligament and increases security of the joint. في بعض الاماكن هنشوف مفاصل بعد كده ما فيهاش الاربطه دي، ولكن الفاشيا اللي موجوده هنا والتندون والمصل بيحصل لها السيكننج فبتقوم بتمثل دور الليجامنت، بتحل محل الليجامنت كانها هي اللي مثبته الايه المفصل. فالاكسترا كابسولار ليجامنت لو موجوده بالشكل ده في الجانبين كده يسموها ايه؟ يسموها كولاترال ليجامنت. بعد كده في الانترا كابسولار ليجامنت اللي هي الاربطه داخل المفصل. الزو زين زي فايبرس كابسول ار نوت ان ذا جوينت كافي. تركز معايا في القصه دي ان الانترا كابسولار مع انها جوه المفصل ولكنها ما بتمشيش في الكافيتي، لا اهو بيكون ساينوفيال ميمبرين از ريفليكتد اوفر ذم. يعني الليجامنت اللي حضرتك شايفه الكورشويت ليجامنت او الرباط الصليبي اللي ماشي جوه ده جوه الكبسول ما بيمشيش حر كده، ما بقاش جوه المفصل لوحده، لا ده الساينوفيال لير اللي هي الطبقه الداخليه من الجوينت كبسول تعمل ريفليكشن عليه. يعني ايه ريفليكشن؟ تعمل له جراب، تعزله عن الكافيتي بتاع المفصل، ما يبقاش ماشي بحريه جوه الكافيتي بتاع المفصل، مع انه اسمه انترا كابسولار يعني داخل الكبسول من الداخل. انترا كابسولار رجل متوش كونكت دايركتلي opposed surface of the bones are termed interosseous ligament. في بعض الانترا كابسولار ليجامنت بتمسك عظمتين مع بعض على طول يسموها interosseous ligament او الرباط ما بين العظم. يبقى دلوقتي الليجامنت دي عباره عن وايت فايبرس باندس بتمسك المفصل بتعمل له سكيورتي بتعمل له تثبيت بتعمل له فيكسيشن. في بعض الاماكن موجود ليجامنت وفي بعضها بعض المفاصل مش موجود ليجامنت، دي مش من التراكيب الايه الاساسيه، ممكن يحل محل الليجامنت فاشيا او ماسلز يحصل لها سينكنج حوالين المفصل فتثبت الايه المفصل. وممكن زي ما قلنا ان هو وايت فايبرس ممكن يبقى فيه الاستيستي يبقى فيه الاستيك تيشو زي النكل ليجامنت. قسموا الليجامنت الاكسترا كابسولار وانترا كابسولار. اكسترا كابسولار حوالين المفصل من الخارج، لو في الجناب بنسميه كولاترال ليجامنت، مفصل يبقى فيه ميديال كولاترال ليجامنت او ولاترال كولاترال ليجامنت. الانترا كابسولار مع انه بنسميه انترا يعني ماشي جوه الكبسول بتاعه المفصل ولكن هو معزول عن الكافيتي بتاع المفصل بالساينوفيال امبيرسافولم بيعمل ريفليكشن يعني يعمل جراب حواليه يعمل انبوبه حواليه يعزله، لو رباط ماشي في نص ايدي كده يبقى عامل الساينوفيال لير عامله جراب حواليه. لو عظمتين ملتحمين مع بعض وفي مفصل بي ليجامنت بدايركت على طول كده ملتحمين مع بعض نسميه انتر اوسياس ليجامنت. تاني تركيب من الاكسسوار ستراكشر او التركيب الاضافيه اللي موجوده على الساينوفيال جوينت بنسميها الارتيكولار ديسكس اند مينيسكس. الارتيكولار ديسكس اقراص ومينيسكس دي اقراص غضروفيه موجوده هي بليت اوف فايبرو كارتج اور دنس فايبرس تيشو بليسد بتوين ذا ارتيكولار كارتج. بعض الاقراص الغضروفيه موجوده على زي ما حضرتك هتشوف معايا اهو او ميديال مينيسكس ولاترال مينيسكس، دول عباره عن اقراص غضروفيه موجوده على الغضاريف المفصليه بتاع بعض المفاصل. او زي ديفايد جوينت كافيتي بارشالي اور كومبليتلي انتو تو كومبارتمنت ميك سيرتن سيرفيس سيوتابل الاو جريت رينج اور فرايتي اوف موفمنت ديمينش الكونكشن. ده فايدة الأقراص، هذه الأقراص الغضروفية زي ما حضرتك هنشوف في الصورة تاني أهي، أدي الأقراص الغضروفية دي اللي هي الأرتيكولار ديسكس أند مينيسكس، دي أقراص غضروفية موجودة عند مستوى بعض المفاصل تقسم المفصل لجزئين أو تسهل حركة المفصل
تمتص الكدمات والصدمات، بتدي وايد فرايتي ومومنت، تخلي المفصل يتحرك اكثر من في اكثر من اتجاه. دي بيسموها ارتكولار ديسكس. في بعض المفاصل زي المفصل الركبي ده او الني جوينت او الستيفل جوينت موجود هذه الاقراص، وبعضها بتغيب، يعني ده مش تركيب اساسي، موجوده او مش موجوده، بعض المفاصل موجوده بعضها الاخر غير ايه موجوده. دي الارتكولار ديسكس اند مينينكس. تالت حاجه اللي هي المارجنال كارتريج. المارجنال كارتريج عباره عن رينج من الفايبرو كارتريج ويتش انسيركلز ريم اوف ان ارتكولار كافيتي، يعني حلقه غضروفيه بتحيط بالحافه بتاع ارتكولار كافيتي. ليه؟ عشان تعمل توسيع للجوف المفصلي وتحافظ على الحافه المفصليه من التاكل. فده الهيد بتاع الفيمر اهو، الراس بتاع عظمه الفخذ، وده الاسيتيبيولوم التجويف الحلقي اللي موجود في عظمه الحوض. له حافه الرم بتاعه لابرم، اللابرم بتاعه دهوت الحافه بتاعته بتيجي مارجنال كارتج، حلقه غضروفيه حوالي توسع التجويف المفصلي وتحافظ على الحافه المفصليه دي، عشان الهيد بتاع الفيمر دي تتمفصل مع الاسيتيبولا. كمان عندنا في الاسكابولا، حضرتك لو شفت الجلونويد كافيتي بتاع الاسكابولا هتلاقي الريم بتاعه بنسميه جلونويد ريم، بتيجي في الحاله الفريش بقى حضرتك لما تيجي تشرح وتشوف الشولدر جوينت اللي هو مفصل الكتف ده، هتلاقي حوالين الجلونويد ريم دوت مغطيه حلقه غضروفيه بيسموها مارجنال كارتريج. المارجنال كارتريج فايدتها انها تحافظ على الجلونويد ريم من الفراكشر، من انه يتكسر. تاني حاجه توسع الجلون كافيتي، لان الهيد بتاع الهيومرس اكبر من الجلون كافيتي فتحافظ عليه. طب لما توسع هذا التجويف يتمنع اللوكزيشن او الديسلوكيشن اللي هو يحصل ملخ في المفصل، لان الهيد بقت ثابته جوه الكافيتي ده. It enlarges the cavity and tend to prevent fracture of its margin. يبقى بتوسع الكافيتي ده وبتمنع الفراكشر بتاع الايه المارجن او الحافه زي الجلونويد ريم زي الابرام او المارجن بتاع الاسيتيبيولوم زي المارجنال كارتج ويتش انسيركت زي الجلونيك كافيتي اوف ذا سكابولا اند انسيركل استيبولم. زي ما قلت لحضرتك الجلونيك كافيتي حواليه حلقه غضروفيه، ده في الفريش ستيت مش في العظمه، لان في العظمه بتغيب الغضاريف دي بتغيب، ده بيسموه المارجنال كارتريج اللي هو الغضروف الحافي. ده كانت مجموعه من التراكيب تبقى موجوده او مش موجوده، اللي هي الليجامس والارتيكولار ديسكس اند مينينكس ومينيسكس والمارجنال كارتريج. انما في اربع تراكيب اساسيه وثلاث تراكيب فرعيه، الثلاث تراكيب فرعيه والاضافيه دي تبقى موجوده او مش ايه او مش موجوده. الموفمنتس اوف سينوفيال جوينتس، احنا عندنا مجموعه من الحركات بيعملها السينوفيال اي مفصل زجاجي عند حضرتك. في بعض المفاصل بتدي فريلي موفابل، يعني تدي كل حركات، في تايبس من الموفمنت. ايه التايبس بتاع الموفمنتس؟ ايه الحركات اللي ممكن يؤديها اي مفصل زجاجي؟ عندنا ما يسمى بالجلايندنج موفمنت اللي هي الحركه الانزلاقيه، في انجولار موفمنتس اللي حركات الزاويه، دي بتندرج تحتها اربع حاجات: فليكشن، اكستنشن، ابدكشن وادكشن. انا هقول على تفصيلا دلوقتي. بعد كده في السيركمدكشن والروتيشن. دول الاربع حركات الاساسيه: جلايندنج وانجولار موفمنت وسيركمدكشن وروتيشن، الحركات اللي بيؤديها المفصل الزلالي. جلايندنج موفمنت زي ما حضرتك شايف كده، لو انا ماسك ايدي وبهز الريست كده او الكاربال جوينت، معناها ايه؟ معناها ان في ده بيعتبر simplest kind of the motion that can take place and represented by one surface glide over the other. يعني معناها ان بيحصل gliding surface على الاخر، واحد بينزلق على الاخر، سطح مفصلي ينزلق على الاخر، وده بيحصل فيه دايما اللي فيها short bones زي الريست او الكاربال جوينت. لما بعمل ايدي قدام حضرتك كده معناها بعمل جلايندنج موفمنت، معناها ان في مفصل سطح مفصلي بينزلق على الاخر، دي بيسموها جلايندنج موفمنت. تاني نوع من الحركة بيسموها angular movement. كلمة angle يعني زاوية، يعني معناها ايه؟ في هذه الحركات ينقلل الزاوية ما بين الاسطح المفصلية، ينزود الزاوية ما بين الاسطح المفصلية، ينقرب ينبعد. ده الانجولار موفمنتس. اول حركه بنسميها الفليكشن، اوكير وين ذا انجل بتوين ذا تو بونز از ديكريزد، لما اقلل المسافه ما بين او الزاويه ما بين الاسطح المفصليه دي يسموها فليكشن او ثانيه. زي ما حضرتك شايف كده قد الحصانه والرجل بتاعتك كده، تاني عمل فليكشن، عمل ايه؟ فليكشن. لو انا مفصل القلبو ده عاوز اعمل له فليكشن بقى باتني ايدي كده، يبقى انا قللت الزاويه ما بين السطحين، ليه؟
المفصليين. انما لما افرد كده اقول عليها ايه؟ اقول عليها اكستنشن. دي نفس الصوره للفليكشن. خلينا في الفليكشن او السباينال كورد استرم الدورزال وفنترال، ده يسموه بالمر ودورزال لما اتني للخلف او افرد للامام. في السباينال او الفرتبرال كولم لما اتني رقبتي قدام كده او افردها للخلف، يبقى في اللي هو الدورزال وفنترال فليكشن. اتني الامام فنترال ويل الخلف، يبقى ايه؟ يبقى دورزال. دي بيطلق عليها في الفرتبرال كولم لو عاوز اعمل فليكشن او اكستنشن. كلمة اكستنشن معناها ايه بقى؟ معناها means straightening of the joint which occur when the angle between the two bones increased. زي ما قلنا، هو لما افرد المفصل بالشكل ده كده كده يسموه اكستنشن فرد، معناها بزود الزاويه ما بين الاثنين ارتكولار سيرفس. حضرتك لو هفرد ايدي كده يبقى انا عملت اكستنشن، لما اتناها كده يبقى عملت فليكشن. فليكشن معناها قللت الزاويه، اكستنشن معناها زودت الزاويه او عملت ستريتنج للمفصل، يعني انا عملت فرد للمفصل. الليفيشن اند ترانس موفمنت اوف ذا لور جو فول ان ذيس كاتيجوري. برضه في الهيومن عمليه فتح الفك الاسفل والفوق ده بتندرج تحت الايه؟ الاكستنشن. احب بيتساءل كده بيفتح الفم بتاعه، دي بيسموها برضه ايه؟ اكستنشن للفك، فتح للايه؟ الفك ده بيسموه اكستنشن. اهو ادي رجلي كانت متنيه، لما نفرد ده كده للامام دي يسموها ايه؟ اكستنشن. صوره ثانيه نفس الصوره، هو ده فليكشن وده اكستنشن. لما افرد الرجل للامام او يسموها هايبر اكستنشن، ولما اتنيها برضو هايبر فليكشن، يعني بتني بشده. لما افرد الامام اللي هو الهايبر اكستنشن بصباعي كده، لو فردت قوي كده يبقى ايه؟ هايبر اكستنشن. انج دي الانجولار موفمنتس اهو. تالت واحده بقى في الانجولار موفمنتس اللي هي الايه؟ الابدكشن. ابدكشن معناها اللي هو بناخده احنا اطفال الصفا. صفا معناها ان انا ببعد عن الميديان بلين، بخلي الاثنين ارتكولار سيرفس اواي فروم ذا ميديان بلين اهو، موفد اواي فروم ذا اكس اوف ذا ليمبس او الميديان بلين. ودي طبعا بتطلق في الاطراف زي ما حضرتك شايف كده. الحصان ده لو فتح رجليه لبره كده يبقى يسموها ابدكشن، امال لو قربوا من اللي هي بنسميها انتباه بقى يبقى دي ايه؟ ادكشن. ادكشن يعني بقرب الاسطح المفصليه او الليمبس للميديان بلين. يبقى كلمه ابدكشن ببعد عن الميديان بلين، انما ابدكشن بقى في انتباه معناها بقرب رجليه من بعض او بقرب ايديا من بعض، دي بيسموها ادكشن. يبقى ابدكشن اواي فروم ذا ميديان بلين، ببعد الطرفين دولت بعيد عن الميديان بلين، ادكشن بقربهم من الميديان بلين. اهو زي ما حضرتك ادي ادكشن بقربهم، وادي ابدكشن ببعدهم عن الميديان بلين. فتح الرجلين ده بيسموه ابدكشن، تقريب الرجلين من بعض بيسموه ادكشن. بعد كده السيركمدكشن اهو. In that form of the motion which occur when bone is made a circumscribe a conical space. لما circumscribe بالشكل ده، لما حضرتك تلف رجلك بالشكل ده يعمل circumscribe، يعني واحد بيخلي واحد مخروطي ويلف حواليه، دي بيسموها circumduction، بيسموها circumduction. ده السيركمدكشن لما الف ايدي كده، دي يسموها ايه؟ سيركمدكشن. ودي بتبقى قليله قوي في او ليميتد ديجري في الكوادريبيز. في الحيوانات بتبقى عمليه السيركمدكشن والروتيشن قليله قوي في الحيوانات، لانه يقف على اربع رجول ما عندوش رفاهيه الحركه بالشكل ده انه يعمل ايه؟ سيركمدكشن او يلف ايده بالشكل ده كده. ديت السيركمدكشن اللي بعمله قدام حضرتك ده، ان انا بعمل سيركمسكرايب للجوينت، او ان انا بحرك سطح مفصلي على سطح مفصل اخر بالشكل الدائري اللي حضرتك شايفه ده. رابع حركه من الحركات اللي ممكن يؤديها المفصل الزلالي اللي هي الروتيشن. لما حاجه تشتغل او تتحرك على لونجيتودنال اكسس اوف ذا اذر سيجمنت بالشكل ده كده، عمليه الروتيشن لما بضاير الراس كده او الرقبه بعملها كده، دي بيسموها روتيشن. لو ايدي كده روتيشن، روتيشن عملية زي بقلب ايدي. يبقى واحد بيعمل ايه؟ يبقى سطح تمفصلي بيتحرك على اللونج اكسس بتاع سطح التمفصلي الاخر. زي ايه؟ الاطلانتو اكزيال جوينت. ايه الاطلانتو اكزيال ده؟ كلمة اطلس معناها الفيرست سيرفيكال فيرتبري، اول فقرة عنقية بنسميها اطلس، تاني فقرة عنقية في العنق بنسميها اكسس. المفصل ما بينهم معناها ان الاطلس بتتحرك على الاكسس، بتعمل روتيشن حواليه.
الروتيشن ده هوت معناها ان واحده بتتحرك على اللونجيتودن الاكس على المحور الطولي بتاع الثانيه، كان ايديا دي كده واحده بتتحرك على ايه، على واحده. فالاطلانتو اكسيال جوينت معناها المفصل ما بين الفيرست والسكند سيرفيكال فيرتبرا. يبقى الفيرست بنسميه اطلس والسكند بنسميه ايه، اكسس. الاطلانتو اكسيال جوينت اللي هو المفصل ما بين الفقره العنقيه الاولى والفقره العنقيه الثانيه، وده بيعتبر ايه، روتيشن، حركه اهتزازيه فيما يسمى بالسوبونيشن والبرونيشن. دي في الهيومنز زي ما حضرتك تخلي ايديك كده، تخلي البالم مواجهه ليك، ده بيسموه سابونيشن. ولما تخلي البالم بتاع الايد مواجهه ليك بيسموها برونيشن. في كمان الانفيرجن وايفيرجن، حضرتك لما تعمل كفه الرجل للداخل يسموها انفيرجن، وللخارج بيسموها ايفيرجن. دي الحركات دي بتبقى ليميتد في الكوادريبيدز، بتبقى محدوده في الحيوانات لانه واقف على الاربع رجول زي ما قلت لحضرتك، ما عندوش رفاهيه ان هو يؤدي هذه الحركات.